صعب وفيها عظيم وعظيم، فقد فقدك الأب والمحام. يحق لنا البكاء على رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحق لنا؟ أليست فاطمة هي ابنة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ وقد بكت حتى اشتكوا عليها عند علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أنى لهم بالشكاية، فقد لاحقوها حتى قطعوا الأراكة التي كانت تبكي تحتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اعلم يا أخي بأن فاطمة على رغم مصائبها لم تترك العبادة والصلاة والمناجاة، على الرغم من حديث الترمذي والإمام أحمد في مسنده. الترمذي؟ نعم، يقول الترمذي في كتاب المناقب أن حذيفة قال: سألتني أمي متى عهدك يا فتى بالنبي، فقلت: ما لي به عهد مذ كذا وكذا، فنالت مني وسبت، فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. فأتيت النبي فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتح فتبعته فعرض له عارض فناجاه، ثم ذهب فاتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال: مالك؟ حدثته بالأمر فقال: غفر الله لك ولأمك. ثم قال: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قلت: بلى. قال: هذا ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة، فاستأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة؟ ماذا على يا ويا من شمت عربة أحمد ألا يشم يا يمم الزمان غواليا يا صبت على على الأيام صيرنا لياليا. الله أكبر، 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 الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ما لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ يا بني الجار ثم الدار.
يا أبا الحسن، لماذا لا أسمع صوت بلال يؤذن؟ ترك المدينة يا ابنة رسول الله بعد رحيل حبيبي المصطفى صلى الله عليه وآله. يا أبا الحسن، ابعث من يسلم علي ويطلب منه أن يرفع الأذان. يا سلمان، لبيك يا أمير المؤمنين. أخي يا سلمان، اذهب إلى بلال وأبلغه سلام فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقل له أن فاطمة تود أن تسمع الأذان بصوتك. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. يا بلال، السلام عليك يا بلال. وعليك السلام يا أخي، يا حبيب رسول الله. يا بلال، إن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغرئك السلام وتود أن تسمع الأذان بصوتك.